أخبار اليوم. محمود الشهير ابو المتيش. ابوي الله يرحمه كان اكبر حلوان في اسوان. بقالكوا كم سنه في مهنه الكنافه حقك؟ ابا مع جده. يعني متوارثين. وراثه. انا لاحظت ان الكنافه اليدوي قليله قوي في اسوان، يمكن انتوا الوحيدين اللي لسه بتعملوا كنافه يدوي. ايوه انا وبرضو عيال اخويا الثاني. برضو انتوا بس اللي شغالين. بس ايه الفرق بقى بين اليدوي اللي بيعمل اليدوي؟ بس ايه الفرق بقى بين اليدوي والالي؟ ليه لسه الناس بتشتري اليدوي مع انه اغلى؟ اليدوي طبيعي على ميه بيضاء، انما الالي في ماديات بتحط لها. مبيبقاش طبيعي. لا يعني ايه عشان تمشي العجينه معاكي ان بتمشي بالاله. انما هو ده يدوي. بكم كيلو اليدوي؟ الكيلو ب 12 جنيه والالي؟ والالي ب 8 جنيه ب 7 جنيه. طب والاقبال ايه على اليدوي؟ لا اقبال اليدوي اكتر من الالي. عشان ايه بقى؟ الناس بتحبها، الطعم احلى يعني. الطعم احلى وحاجه من قديم السنه. من قديم السنين. معاكي كم ابن وابنه حاجة؟ معايا ان شاء الله معايا 5 ولاد وثلاث بنات والحمد لله. كلهم اتربوا بفلوس الحمد لله. معايا عم راجل مجاول طوب. بسم الله ما شاء الله. كلهم بقى بيجوا في رمضان يساعدوكي في الكنافة. لكن طول السنه في شغلهم اللي في شغلهم. اللي سواق واللي على شغله وكده. الحمد لله. عمرو محمود. بقى لك كام سنه شغال في مهنه الكنافه؟ 15 سنة. طب وغير رمضان بقى بتشتغل في ايه؟ اصلا معايا عربيات سواق. انا معايا عربيات. يعني معاك عربيات سواق يعني؟ عربيات كبيره معايا. طيب بقى ايه اصعب حاجه في مهنه الكنافه اليدوي هنا في اسوان؟ مفيش حاجه صعبه فيها. يعني سهله. طب والحراره والسخونه؟ من عند ربنا مصبرنا الحمد لله. تمام. ايه الفرق بقى بين، يعني انا شايفه ان الاقبال كتير على اليدوي، ايه الفرق بينه وبين الالي؟ الطعم. الطعم والحلاوه. يعني اهلا سبحان الله. في ناس بتاكل الطعم وناس بتاكل دي. بس الاحلى يعني دي. يعني بتشتغلوا كم ساعه في اليوم بقى؟ اليوم كله. اليوم كله؟ ممكن بالليل برضه. بتقفوا بالليل يعني؟ غير السحور. السحور وصل الفجر والناس بتيجي بقى لغايه قبل السحور. في ناس سبحان الله، دي رمضان ناس كثيره سبحان الله.